بسم الله ربنا اجعلنا دعاة السلام ووئام ومحبة يا رحمة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآن عندنا في تونس يكون رئيس أو يكون رئيس مجلس النواب أو يكون بعض النواب وبعض من الوزراء اللي يكونوا مايلين أكثر إلى الإسلام مما هم لهم صلة صغرت أو كبرت بتاريخ تونس وصلتهم بالاستعمار من حيث لا يعلمون ودسائس الاستعمار وأكاذيب وأباطيل الاستعمار. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم. النزاع مش شبت، لا نحن كل واحد منا منا تركيبة معينة روحا وفكرا وعاطفة وعلاقات وبناء مادي بيولوجي ولا مجرد نختلف، والشيطان يركز الملعون يركز على هذه الاختلافات لكي يدخل فينا غولة، وهذا البريش لو ديزور البريش لو كونفلي، وهذا لا يخفى على أحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة.